ويظل تحفيز الأداء الابتكاري دوما واحدا من أهم محاور عمل الوزارة، إذ نعمل على توسيع قاعدة الشباب المستفيد من برامج ومنح رعاية الابتكار التكنولوجي واحتضان الأفكار الخلاقة وتطويرها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من خلال تنفيذ خطة لنشر المناطق التكنولوجية في محافظات مصر المختلفة. وقد أثمرت هذه الجهود خلال عام واحد فقط عن تأسيس 1500 شركة جديدة ونمو حجم الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع بنسبة 23%، كما شغلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتهيئة المناخ الملائم لنموها في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة. وكان من نتائجها ارتفاع معدل نسب الإشغال من شركات القطاع الخاص في المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط إلى أكثر من 60% خلال عام واحد. ويأتي إنشاء مدينة المعرفة التي نقيمها الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون أيقونة جهود الوزارة التي تكرس الأسس التي بنت عليها استراتيجيتها وتضم كل عنصر من عناصرها، حيث تضم المرحلة الأولى من المشروع التي تبلغ كلفتها الإنشائية 2 مليار جنيه، مركزاً متخصصاً في البحوث التطبيقية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، يتعاون مع الشركات العالمية في مشاريع بحثية متخصصة تنتج حلولاً عملية لمواجهة تحدياتنا وتبني مهارات عالية في مختلف التخصصات، ويضم أيضاً مبنى للتدريب التقني وآخر للأكاديمية الوطنية للتكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة. وفي مدينة المعرفة نبني بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية أول جامعة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا والشرق الأوسط، في جهد مثمر نتعاون فيه مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليعد المشروع الأهم في مدينة المعرفة الذي يعزز قدرات مصر الرقمية ويحقق رياداتها الإقليمية في هذا المضمار. وسعياً لزيادة فرص التدريب على المهارات الرقمية في مختلف أنحاء البلاد، انتهينا خلال عام واحد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من تطوير 105 مركز شباب في 20 محافظة وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب، ونسعى للتوسع في عدد أكبر من المراكز على مستوى الجمهورية في العام القادم إن شاء الله.